مملكة يا مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. نفوسنا من الرب نطلب يا رب ارحم. سلام كل العالم، حسن ثبات كنائس الله المقدسة، واتحاد الجميع من الرب نطلب المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله من الرب نطلب يا رب ارحم. المسيحيين حسن العبادة الأرثوذكسيين من الرب نطلب كيريا لايسون. أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إسبولايتي دسبوتاس. جميع الكليروس والشعب من الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل ملوكنا الحسن العبادة المحفوظين من الله كل بلاطهم وجنودهم من الرب نطلب في كل عمل صالح من الرب نطلب ارحم. لأجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة كل المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها من الرب نطلب اعتدال الآوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام من الرب نطلب المسافرين في البحر والبر والجو، المرضى والمضنيين والأسرى والمعتقلين والمغتربين والجرحى، وخلاصهم من الرب نطلب كيريا لايسون. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة من الرب نطلب واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله مريم أنفسنا وبعضنا بعضا
كل حياتنا للمسيح الإله. يا لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الدائرين. آمين. اللهم اسقني لماذا تركتني. Desprezmiesti ste otokus oter sosoni mas. Aidun an khalasi kalamu jihalati. Desprezmiesti ste otokus oter sosoni mas. Allahumma fil nahari asurku ilayk. ولا تستجيب لي. Desprezmiesti ste otokus oter sosoni mas. المجد للاب والابن والروح القدس لنا كل وان والى دار الدائرين. امين. بشفاعة والدة الاله يا مخلص خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. إلي أليس خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إلى الدائمة البتولية وهي مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وآل وإلى دار الداهرين. آمين. لما أقصيتني يا الله إلى النهاية خلصنا يا ابن الله يا من صلب عنا بالجسد لنرات لك. هللويا. اذكر مجمعك الذي اقتنيته منذ القدم خلصنا يا ابن الله يا من صلب عنا بالجسد لنراقب لك. هللويا. جبل صيون هذا الذي حللت فيه خلصنا يا ابن الله يا من صلب عنا بالجسد لنرات لك. هللويا. أما الله فهو ملكنا قبل الدهور σώσονι μας Ιε Θεό, ως αρκής θα βρωθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. أمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائتين لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من
القديس والدة الإله الدائمة البتولية مايا وتأنست بغير استحالة وصلب أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممازل مع الأب وروح القدس خالصنا سلام من الرب نطلب حافظ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الحافظ القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله نحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الداهرين آمين. الرب قد ملك فلتسقط الشعوب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوك المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوه خليبك جميع المغتصبين ενσιός μέγας και υψηλός εστί σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκαστης μας κατά βαρβάρων βορούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Καταρρεύουν εις μη καλά δήμ Αλλησιάνο ψάβακ βαβέρικ ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين υψιώθη τη Κύριε εν τη δύναμη σου ο Ραμπα ηλέχα
صوت قدمي خلصنا يا ابن الله يا من صلب عن نبي جسد بنورات الله لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله، يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا بقدرتك ملوكنا المؤمنين مانحا إياهم الغلب على الأعداء، ولتكن لهم وزارتك سلاح سلم وراية ظفر لا قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. للصليب يا سيدنا نرجو ولقيامته المقدسة Oh.
اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحان التي يمينك جرستها στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ηνεφύτευσεν η δεξιάν σου. Εισπορά Oh.
اطلع من السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها من سنين عديدة يا أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل صهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا Φίλου του Μακαριώτα του Θείωτα του Τε και Παναγίωτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεόφιλος, Αλλάβου Λαγδές Ατουβάουι Βαλγαζίλου Λιχτιράμ, Πατριάρχη Μαδίνα Τιλ Μουκαδδάσα Ορουσαλήμ, Βασάιρα Μάλι Φιλιστίν, Σουρία Λαραβία Βαϊπρα Λορδόν, وقال الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كريكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا وراعينا
لتكن سنوه عديدا. كريستوفوس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقف على مدينة كريوبوليس المقدس المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدة. ارفع الرب إلهنا واسجدوا لموطي قدميه. الرب قد ملك فلتسخط الشعوب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه قد كتب سبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء، فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدار؟ أليس الله قد جهل حكمة هذا العالم؟ فإنه إذ كان العالم وهو في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، ارتضى الله أن يخلص بجهالة الكرازة الذين يؤمنون، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة. أما نحن فنكرز بالمسيح مصلوبا، شكا لليهود وجهالة لليوناني. أما للمدعوين من اليهود واليوناني فالمسيح قوة الله وحكمة الله. سلام لك أيها القارن ولكافة الشعب. ولنستمع لقراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم.
روحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. يا رب المجدولات فلنصغي. في ذلك الزمان عقد رؤساء الكهنة والشيوخ على يسوع مشورة ليهلكوه، فأتوا به إلى بيلاطس قائلين: أصلبه أصلبه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، فإني لا أجد فيه علة. أجابه اليهود: إنا لنا ناموسا، وبحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام ازداد خوفا، ودخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ فلم يرد يسوع عليه جوابا. فقال له بيلاطس: ألا تكلمني؟ أما تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك ولي سلطانا أن أطلقك؟ فأجاب يسوع: ما كان لك علي من سلطان لو لم يعطى لك من فوق. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أخرج يسوع، ثم جلس على كرسي القضاء في موضع يقال له لثوستروتون وبالعبرانية جبتة. وكانت تهيئة الفصح، وكانت نحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هو ذا ملككم. أما هم فصرخوا: ارفعه ارفعه اصلبه. فقال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك غير قيصر. حينئذ أسلمه إليهم لصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع المسمى الجمجمة وبالعبرانية يسمى الجلجلة، حيث صلبوه وآخرين معه من هنا ومن هناك، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان المكتوب فيه: يسوع الناصري ملك اليهود. وهذا العنوان قرأه كثيرون من اليهود، لأن الموضع الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة، وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية والرومانية. وكانت واقفةً عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكليوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان هو يحبه واقفاً، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد تم، فأمال رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان يوم التهيئة، فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً، سأل اليهود بيلاطس أن تقصر سوقهم ويذهبوا بهم. فجاء الجند وكسروا ساقي الأول والآخر الذي صلب معه. وأما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه، لكن واحداً من الجند طعن جنبه بحربة، فخرج للوقت دم وماء.
والذي عاين شهدا وشهادته حق. والابن والروح القدس امين. ابنائي، اليوم الكنيسه المقدسه بنرفع الصليب المكرم، وفي هذا اليوم الكنيسه بتتذكر الالام الخلاصيه الطوعيه لربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي كابدها من أجل خلاصنا. اليوم هو يوم حزن ويوم صلاة ويوم مراجعة للذات. مراجعة الذات هي نحن أبناء قرن 21 أين نحن من صليب المسيح، وهل نحن أيضاً نصلب المسيح في حياتنا؟ المسيح أظهر محبة لإلنا بتجسده، بمكابدة الألام من أجلنا، حتى إنه مات على الصليب حتى نحن نعيش، حتى نحن نغلب على الخطيئة ونغلب على الموت ونغلب على الفساد. المسيح مات حتى نحن نعيش. المسيح نزل للأرض حتى نحن نصعد للسماء. المسيح تألم حتى نحن نعيش. هذا الشيء أبنائي شيء مهم، إن نحن في هاي الفترة نراجع ذاتنا ونشوف وين نحن من الصليب في حياتنا، وين نحن من كل هاي المحبة، محبة إلهنا لإلنا، وين نحن واقفين في قرن 21 أمام كل هاي الأحداث الخلاصية اللي تمت من أجلنا. نعم، اليوم كمان في الكنيسة منتذكر رفع الصليب في المدينة المقدسة بعد ما وجدت القديسة هيلان الصليب المكرم بعد قرون من ضياع الصليب، وبالأعجوبة اللي حدثت في القدس بوجود القديسة هيلان وبطريرك القدس مكاريوس، وعرفوا وتأكدوا إنه هذا هو صليب المسيح من باقي الصلبان. وقتها رفعوا صليب المسيح بكنيسة القيامة، والشعب كله كان يرتل يا رب ارحم. عشان نحن هيك في الدورة في آخر الصلاة رح ندور في الصليب، ورح نحكي بكل جهة من جهات الكنيسة على شكل صليب طلبة، وانتو كلكم مع بعضنا البعض رح نحكي يا رب ارحم. كل مرة رح نحكي 100 مرة، يعني 500 مرة الإجمالي رح نحكيها في دورة الصليب، لأنه الشعب اللي كان يصرخ في مدينة القدس يا رب ارحم كان يطلب من ربنا الرحمة، ونحن اليوم بنطلب الرحمة، لأنه الرحمة بتشمل كل طلباتنا اللي نحن بدنا نطلبها من ربنا، اللي منعرفها واللي ما منعرفها.
واللي كتير برات منطلب أشياء ما بتكون صالحة لإلنا، ولكن ربنا بيبعت صلاحه لإلنا، ونحن لازم نثق بصلاح الله في حياتنا. عشان هيك منحكي يا رب ارحم. كمان اليوم منتذكر الإمبراطور هرقل، بعد ما الصليب أخذوا الفرس سنة 614 بعد الحرب اللي تعرضت بلادنا لإلها، وأخذوا بطريرك القدس زكريا مع كهنة ومع مع 5000 مسيحي أسروهم لبلاد الفرس. وقتها الإمبراطور هرقل راح وشن حرب عليهم، استرجع البطريرك والكهنة والشعب الأسير، وعاد بخشبة الصليب للمدينة المقدسة. وفي هذا اليوم طلع على الجرجلة حتى يوضع الصليب في مكانه، في المكان اللي كان موضوع فيه على الجرجلة. ولكن هو طالع، الإمبراطور كانت قوة تمنعه من إنه يطلع، ووقتها استغرب وسأل البطرك زكريا: ليش أنا مش طالع، مش قادر أطلع على الجرجلة؟ ووقتها طلب منه البطرك زكريا إنه يخلع تاجه الملوكي ويخلع حذاءه ويطلع على الجلجلة، لأنه في الجلجلة في ملك واحد اللي لابس إكليل الشوك، إكليل المحبة، اللي هو الرب والمخلص يسوع المسيح. هاي الأحداث كلها منعيشها بهذا اليوم، والماضي بيلتقي مع الحاضر، وكل الأحداث بتمر في قلبنا وصولاً لليوم، وصولاً لكل واحد فينا، لأن كل واحد من أبنائنا الموجودين بالوطن والموجودين في الغربة، اللي دائماً نحن منتذكر أبنائنا في الغربة، ما مننساهم، دائماً صلاتنا ترفع من أجلهم، ومنعرف إنه كل واحد فينا حامل صليبه الخاص. ولكن السؤال: هل نحن منفرح ونحن حاملين صليبنا، أم دائماً في عنا حزن وكآبة؟ هذا الشيء كتير مهم إنه نشوفه نحن أولاد قرن 21، لأنه المسيح أعطانا هاي القوة إنه نحن حاملين الصليب نفرح. كيف؟ لأنه هو حكى: تعالوا إلي مثقلي الأحمال وأنا سأريحكم. المسيح هو راحتنا، وحكالنا هو: احملوا صليبي، احملوا صليبكم، احملوا الصليب واتبعوني، وما تتطلعوا للخلف. لأنه أي واحد منكم أحب أي شيء تاني، دنيوي، عالمي، أرضي، جسدي، فوق محبتي للمسيح، ما بيكون يستحقني، حكى المسيح. فمعناته حبنا للمسيح لازم يكون فوق كل حب، والأولوية إله، وهذا لازم يكون قرار مصيري في حياتنا، لازم نقرر إنه نتخذه حتى نكون مرتاحين. لأنه فقط إذا أخذنا هيك قرار وطبقناه في حياتنا، فقط وقتها منرتاح ومنعرف كيف نستفيد من الشدائد والضيقات اللي منمر فيها بحياتنا، وكيف نقدر إنه نعيش فرح الصليب، وكيف نقدر إنه نحس ونشعر بإنه نحن مش على وحدنا حاملين الصليب، ما نشعر بهاي الوحدة القاتلة اللي كتير مرات بترجع للإنسان المعاصر بداخل وحدة خانقة عليه، اللي بتخليه إنه يكتئب، يقلق، يضطرب. ولكن الصليب المفرح وفرح الصليب بعطينا كيف إنه ندرك وجود الله اللي قريب منا،
وجود أمنا العذراء القريبة منا، وجود أباء الكنيسة القديسين والقديسات اللي هم قراب منا. وإيش قراب منا؟ هم بيساعدونا في حمل الصليب، يعني هم بيحملوا صليبنا. تتخيلوا هذا الشيء؟ المسيح مش بس مات من أجلنا على الصليب حتى يعطينا القيامة والحياة والغلبة على الخطيئة والموت والفساد، ولكن المسيح كمان هو دائم واقف جنبنا على استعداد إنه يحمل صليبنا الشخصي معنا. إيهاب مش لازم يكون مصدر فرح لإلنا؟ إنه أنا مش وحدي ماشي، ولكن المسيح هو بقربي، أمي العذراء هي بقربي، القديسين والقديسات هم حوالي. نعم أنا في ضيق، نعم أنا في شدة، نعم أنا في مرض، نعم أنا في مأساة، ولكن في معي المعين. وهذا الشيء لازم نفعله أبنائي بحياتنا، هذا اللي رح يعطينا فرح. وكيف نقدر نعيش حياتنا بطريقة مش زي ما بده الشيطان والعالم إنه نعيش. الشيطان والعالم بدهم نعيش بقلق، باضطراب، بحزن، ولكن المسيح بده إيانا نعيش بسلام وفرح وبنور. هذا الشيء لازم نفعله بحياتنا، وهذا لازم يكون أسلوب تربية لأولادنا. كثير مرات بشوف أولاد في صفوف صغيرة من المدارس، حرام هكلين هم كثير، بمسكهم وبحكي له حبيبي إيش مالك؟ ليش هالقد؟ أنت قلق؟ وبيبلش يحكي لي أمور وأشياء اللي هي مش لسنه. ومنشوف كتير مرات نحن الكبار شو منسمع أولادنا الصغار، وقديش منحملهم هموم، لأنه نحن مش قادرين نتعامل مع مشاكل الحياة اليومية اللي إلنا بطريقة مسيحية روحية. يعني معناته نحن فقدنا هويتنا المسيحية، بطلنا مسيحيين، بطلنا أبناء الملكوت، أصبحنا أبناء الأرض. وهذا الشيء كتير مهم إنه نحن ندركه، وبالتالي نعطي تربية لأولادنا فيها سلام، فيها فرح، فيها ثقة بالنفس بالتواضع. بشوف أولادنا في عندهم ثقة بالنفس ولكن بطريقة غرورية، فيها غرور، فيها كبرياء، أو فيها عدم ثقة في النفس. يعني في عنا البعدين، يا إما عنا ثقة بالنفس زائدة اللي بتروح للغرور، أو عنا عدم ثقة بالنفس ونوع من شعور بالنقص. وهذا الشيء كله بينعكس على نحن نمط وأسلوب تربيتنا لأولادنا. لازم نراجع نفسنا، ولازم نفعل كلام الكنيسة بحياتنا وينعكس لأسلوب تربوي في حياة أولادنا. يعني البيت لازم يكون فيه مش بس مشاكل ونق وتعليمات، وقوم وقعد يا ولد واسكت وما تحكيش، ومرات ندخل المسيح كمان في النص، يسوع بزعل منك. يسوع ما بزعل من حد، يسوع بحبك زي ما انت من نعلم أولادنا، بس يسوع بده اياك تتحسن، مننا نعطيه الطريقة كيف بده يتحسن، كيف مننا نساعده انه يصير أفضل، مش مننا نحبط عزيمته. ومرات نستخدم المسيح كذريعة لإلنا حتى نفرض سلطتنا على أولادنا. لا أبنائي، لازم سلام المسيح، حب المسيح، فرح المسيح ننقله لأولادنا، وهذا لازم نحن نعيشه نحن كأشخاص كأفراد ونعطيه لأولادنا. هذا الشيء كتير مهم كنمط وأسلوب تربية في حياتنا، وهيك منفعل قوة الصليب في يومنا وفي حياتنا. وعشان هيك بدي أترجاكم كمان، أرسموا صليبكم صح،
بشوف كثيرين من أبناء الكنيسة برسموا صليبهم بطريقة خاطئة، وهي فيها تجديف على الله. نعم، لما ما بترسم صليبك صح أنت بتجدف على ربنا، لأنه لازم ترسم صليبك صح. كيف بدي أرسم صليبي صح؟ يعني بدي أضم أصابعي الثلاثة حتى أعترف من خلال إيدي بأنه أنا أؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، الصليب، الآب والابن والروح القدس. أنا بعترف بإشارة الصليب بأن أنا أؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس. أؤمن بأن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي هو الرب والمخلص يسوع المسيح له طبيعتين، الطبيعة البشرية والإلهية، وهو تجسد من أجلنا في بطن أمنا الفائقة القداسة. والله الموجود في كل مكان والساكن في السماء وفي كل مكان، وعشان هيك بروح لأعلى رأسي. والأقنوم الثاني الإبن الذي تجسد في بطن أمنا الفائقة القداسة وبنزل لهون، وبعدين صعد وجلس عن يمين الإله الآب، عن اليمين، واللي بيجي رح يدين العالم بأكملها. وبروح للجهة الثانية وبرسم علي إشارة الصليب كاملة. ما بتتخيلوا لما ترسموا إشارة الصليب بشكل صحيح قديش بتتسربلوا نعمة سماوية من ربنا، قديش بتاخذوا قوة، قديش بتاخذوا بركة، وقديش بتاخذوا حماية. وعشان هيك دائما استخدموا إشارة الصليب في حياتكم بشكل يومي، مش بس يومي، في كل ساعة دائما إشارة الصليب اعملوها. لما تطلعوا في السيارة سووا إشارة الصليب، لما تمروا على الكنيسة صلبوا، لما تشربوا، لما تأكلوا، قبل وبعد الأكل صلبوا وصلوا، لما تطبخوا ارسموا إشارة الصليب على الطبيخ، لما تضبوا تخت الأولاد على المخدة اللي بده يحط راسها ابنكم وزوجك وزوجتك ارسم إشارة الصليب. اللي يحطوا راسهم، أجت أم وحكت لي: أمي يا أبونا ابني بصحى في الليل منذعر بصيح، كنه بشوف إشي الولد. حكت لها: على مخدته أرسم إشارة الصليب. رجعت لي بعد أسبوعين بحكي لي، حكت لي: مش معقول أبونا، من أول ما عملت زي ما حكيت لي الولد بنام، ما بتتخيل كيف بطل يقوم، ولا في عنده خوف ولا أي إشي. حكت لها معلومة: هاي إشارة الصليب. إذا نحن ما فعلناها في حياتنا أبنائي وما أمننا في أسلحة الكنيسة اللي بتعطينا إياها الكنيسة، كيف منا نعيش حياتنا هون نحن؟ فهي الأسلحة لازم نفعلها. فبالتالي الصليب اعملوه صح. واليوم صوموا، اليوم هو يوم صوم انقطاع في الكنيسة. تناولوا جسد ودم المسيح واستمروا بالصوم حتى نتذكر صليب المسيح وكل هاي الأحداث الخلاصية اللي تمت من أجلنا، ونراجع أنفسنا ونحكي: يا رب ما تخلينا نحن كمان نصلبك بخطايانا، ولا تخلينا نحن كمان إن نخونك مثل يهودا باتباعنا لأهوائنا، ولكن دائما علمنا كيف نحبك زي ما أنت حبيتنا على الصليب. علمنا محبتك، علمنا تواضعك، علمنا كيف نصلي وكيف نكون أبناء حقيقيين لإلك. هذا اليوم هو يوم مقدس ومبارك، لأنه نعمة الصليب بتفيد على كل العالم اليوم بسخاء وبركة. يعني اليوم كل الخليقة تباركت بالصليب. اليوم الصليب اللي بيدور في الكنائس مش هو مجرد دورة ولا مجرد احتفال، ولكن اليوم العالم يبارك ويقدس، الخليقة كلها بتتبارك، البيوت كلها بتتبارك، المؤسسات، المدارس، الكنائس، كل العالم اليوم بأخذ بركة البيوت من الصليب.
اليوم نعمة الصليب بتتبعثر على كل مكان في العالم حتى تدخل لإله وتباركه. إذا أهل هذا البيت وأهل هاي المؤسسة وأهل هاي المدرسة أرادوا أن الصليب يجي يباركهم، الصليب بيكون واقف على الباب اليوم، على باب كل واحد من بيوتنا ومؤسساتنا ومدارسنا. ونحن إلنا القرار من نفتح الباب حتى تدخل بركة الصليب، أو من نضلنا مغلقين الباب وما تدخل بركة نعمة الصليب. هذا بيعود لكل واحد إلنا يقرر، وقراره ربنا بيطيع لإله. هاي هي محبة الله الأرستقراطية لإلنا، إنه ما بيقيدنا ولا بيقيد حريتنا. أبنائي أبنائي، بركة نعمة الصليب تكون معنا كلنا إكليروسا وشعبا، وتعلمنا وصايا ربنا، وتعلمنا أن نحب بعضنا البعض. ما ننسى كلام يسوع، ما ننسى الوصية الجديدة اللي أعطانا إياها، وصية واحدة بوصيكم، أن يحب كل واحد منكم الآخر كما أحببتكم أنا. بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي، إذا كان لكم حب بعض لبعض. ما تنسوا هاي الصفة، ما تنسوا هاي الوصية، ما تنسوا هذا العهد والعهدة اللي أعطاكم إياه الله. تلاميذه بتكونوا لما واحد بحب فيكم الآخر، ما في كره، ما في حقد، بس في قلبنا في محبة، في تسامح. وهي هي قوتنا، وهي هي قوة الصليب المفعل في حياتنا من خلال المحبة المتسامحة والمحبة المبذولة، زي ما يسوع بذل ذاته على الصليب بموته من أجل خلاصنا وفدائنا. نعمة وبركة الصليب هي تحمينا كلنا، وتعطي كل واحد منا بركة ونعمة تحمي كنيستنا المقدسة، وتخلي أبنائها يكونوا على قلب واحد، وتحمي الوطن وكل مؤسساتنا، مؤسسات الوطن والعالم بأسره، وأبنائنا في الغربة. نطلب من ربنا أنه يبارك كل واحد فيهم، ودائما يتذكروا بلادهم، بلادنا المقدسة، ما ينسوا فلسطين القدس والأردن، ما ينسوا هاي البلاد المقدسة اللي أصلهم منها، ونحن منحكي لهم إنه نحن منحبهم، وهم دائما معنا في صلاتنا، ونعمة الصليب تكون معهم وتحميهم في كل مكان مهما كانوا فيه. نحن هم معنا. ربنا يبارككم أبنائي، كل سنة وأنتم سالمين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين، نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. إلى الرب نطلب يا رب ارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك أو يدخل يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن، رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك بمحبتك للبشرية لا توصف ولا تحد. سنت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمت لنا هذه القرابين على يدي العبد الخاطئ غير المسلم.
المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع الميت بعد الكلام إلى ربنا، وإليك القدس الصالح Piotriadi Tundrisai, Oh.
ميسوس και την πρόθεση ταύτη και πρόσβεξ αυτήν στο πρόσωπο και όχι στη στήλη. Μη μόνο ψωμ σε καθώ και φιλάνθρωπο των πλούσιων εγκάντων και του προσύνεγκων. Η μάσα κατακρίτω διαφύλαξον την γεωργία των θείων σου μυστηρίων. Ό,τι είστε και δεν δόξα στο κρεβάτι και στου αιώνα του. Και الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم ليذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين.
وإياكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة، الساكنين والموجودين في هذه المدينة وفي عالمك أجمع، مع نسائهم وأولادهم، مع مقدمي هذه القرابين والذين أقدمت من أجلهم، وجميع أبناء رعايانا المحتفلين في هذه الأعياد الشريفة، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. رياستك هنوتك ليذكر الرب الإله كل حين لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع خوية القبر المقدس المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت قسطنطين والإيكونوموس إيريناوس، رعاة هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية المحروسة من الرب، مع الكاهن المتوحد كريستوفوروس والشماس إلياس، جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب، مع جميع الذين في الأمراض والضيقات والأحزان والشدائد، الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والحروب، والذين في الغربة والمهاجرين والمهجرين، والذين أوصونا نحن غير المستحقين نصلي من أجلهم، مع جميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة، الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء، والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. كهنوتكم ليذكر الرب الإله، وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. رياست كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ديودروس المتروبوليت قسطنطين وأريستوفولوس رئيس الأساقفة سيلفستروس، مع جميع الكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات السالف رقادهم الذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، مع عبد الله جليل ومعتصم وسناء وأديبة ومريم، ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتكم وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. وسيمون يوسيف وبدوكسيلوس كثيرون وأخرندوس وسلمة سيدوني كثيرون وكثيرون وسيدوني
صلاتنا للرب الرجال من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل سلاما مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسالك يا غفران خطايانا واصطفى عن ذنوبنا من الرب نسالك والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من ربنا السلام المقضي أضابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من ربنا السلام مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودي أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك لنحبن بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر
مع بعض. إله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الرحيم المولود من الآب الله الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا كل بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وسلب عنا على دبلاس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات كالذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية آتر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغ إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس آيوس آيوس كيريوس Oh.
Χριστής ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως ανά ο εμπτής υψίστη. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول: قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية. يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم، بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر، وإليك نقرب يا إلهنا. إنا نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير المقبولة، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فلسفوحك القدوس عليها وعلى هذه التراويح الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، واجعل أن هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. أمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. أمين. أمين. إياهما بروحك القدوس حتى يكونا للمتناولين لإله النفس ولمغفرة الخطايا ولشركة الروح القدس. ثم نقرب لك الأنبياء الرسل والكرزة المبشرين والشهداء المعترفين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. مثل كيريو تدورس وكوستاندينو فينيري كوستاندينو كيريناو كريستوفورو Περιγείας και σωτηρίας και διευθυράξουσα και το δούλο του Θεού Ηρία και πάνω Ηρηναίας μοναχής με καθυσίδιες και πάνω του من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم.
إنك ومن أجل القديس يوحنا النبي الصادق والمعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكريم وجميع القديسين الطلبة واذكر جميع الذين لقبوا على رجاء البعث الحياة والذين قدمت من أجلهم أذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. أذكر يا رب أولاً أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس هب لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام مفصلاً كلمة حقيقة باستقامة. اذكر يا رب ولنا بانا ورئيس كهنتنا خريستوفارا وابو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا موافا مكرما مديد الايام مفصلا كلمة حقيقة باستقامة. وإلا جميعا لك على كل فكر واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن واعطنا أن نمجد فمن واحد قلب واحد نسبح اسمك الكل إكرام عظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن كله عن دهر الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم وروحك ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى ربي نطلع في ميلان من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى ربي نطلع أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبح السماء العقلي المقدس لراحة طيب روحاني زكي يرسل عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربي نطلع أعرض وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك ربه أن يكون نهارنا
مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسأل. استجب يا رب. غفرانا خطايانا واصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. سلامية بلا حزن ولا خزيا وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. سكيريا. واهلنا أيها السيد أن نسر بدالة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا اليوم أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدر والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل آن وإلى دهر الدهرين. السلام لجميعكم. وبروحك أيضا. من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء، انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمة رافعة ابنك الوحيد محبتي للبشر الذي أنت مبارك مع ومعروك الكل قدس صالح وصانع الحياة الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. أرفعك يا ربي وإلهي. بروسخو من
القدسات للقديسين. قدوسا واحدا رب واحد يسوع المسيح العام بخير. طبعا بعد شوي راح نناول من النص انا وسيدنا المطران كاسين. اللي بدي اترجى انه فقط خطين راح نيجي للمناوله، ما فيش مناوله من عجناب. بعد المناوله اللي بدي اترجى اللي بتناول يرجع لمحله، ومن ثم بعدين راح ندور بدوره الصليب المقدس 3 مرات بالكنيسه، وبعد ما نخلص الاحتفال او القداس الالهي نفس الشيء بنرجع ناخذ كل واحد بركه الرمان من سياده المطران. كل عام وانتم بخير. قادر تسمع علينا نور وجهك يا العلي تقدموا. تناول أيها الكاهن قسطنطين جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم بعينه. تناول أيها الكاهن تناول منه عشان
وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله رضى لنا مبارك الله باسم الرب. جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا أيها الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامته وقوته، يا من أنت وحدك نقيا وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت عجنتنا بكمالها من دماء التي ولدتك ولادة تفوق الطبع النقية البتولية بورود الروح الإلهي ومسالة الآب الأزلي. يا من بحسب البشر التي أخذتها ارتضيت الآلام المحيية الخلاصية الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت آلام جسد المفسدة للنفس. يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة. يا من بقيامتك المحية ذات ثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطية واضع لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن. يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لورودك. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابري بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسي لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح الإله، اخذي واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، فوعيا أو كرهيا، بمعرفة وبغير معرفة، فاعفو واغفر واصفح لي عنها كلها، بما أنك الصالح والمحب للبشر، وبشفاعة والدتك كلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكاري الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. إن هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا مؤمنين الغلبة على البربر. احفظ قوة نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعاً في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة
سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك، أمين. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. تبارك الله إلهنا كل حين لا نقل ولا ردائرين. آمين. ليمتلئ فمي من تسبيحتك. ليمتلئ فمي من تسبيحتك. ليمتلئ فمي من تسبيحك هللويا. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الطاهرة الرهيبة أن نستقيم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك يا رب العالمين كاملا قدسا سلاميا وبلا خطيئه لنودع انفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الاله لانك انت هو تقديسنا واليك نرفع المجد ايها الاب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام من الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. يا من تبارك الذين يباركونك تقدس الذين يتكلون عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ ملء كنيستك قدس الذين يحبون بها بيتك أن تشرفهم وذلك بقدرتك الإلهية ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك وبالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك كل عطية صالحة كل مواب كاملة هي من العلوم حاضرة من لدنك يا أبا الأنوار لك نرسل المجد والشكر والسجود والآب والابن والروح القدس لا نقل عن دار الداهرين آمين ليكون اسم الرب مباركا إلى الآن وإلى ونما كريه الله يمانا أقدني كاستوانا ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى ربنا نطلب يا رب بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاء المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل وان دهر الداهرين أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح إلهنا الحقيقي أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم الوحيد بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العظيمة الأساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر والقديسي رؤساء الملائكة الأبرار والقديسين وأبائنا الأبرار المتوشحين سيدنا ورئيسا كهناتنا
قسطنطين لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم.